العيد الوطني للبن اليمني، نظم المركز الثقافي اليمني بالقاهرة فعاليات مصاحبة للعيد الوطني. بن خولان والحيمتين وحراز وبني مطر وغيرها من المناطق التي ارتبطت أسماؤها بمنتجات البن اليمني كانت حاضرة في قاعات التذوق بمبنى دار السفارة اليمنية في العاصمة المصرية القاهرة. اليوم نحن نحتفي مع كل اليمنيون المتواجدين معنا، مع المركز الثقافي، مع اتحاد شباب العرب باليوم اليمني للبن. سنوياً نحتفي بهذا اليوم، وهو اعتزاز كبير بالنسبة لنا، لأنه يشرح مدى عراقة الإنسان، مدى ارتباط الإنسان بالأرض وبهذه الشجرة التي أصبحت في العالم معروفة باسم موكا. موكا هو المخاء، البناء التصديري نحو العالم. نحن نقول أنه احتفائنا بهذا اليوم يعيد مدى اعتزازنا بيمنيتنا، اعتزازنا بالتاريخ اليمني، بالإنسان اليمني، يؤكد على أن اليمن بخير دائماً رغم الظروف التي نمر بها، لكن اليمن بإذن الله بخير. تنوع البن اليمني وجودته يستحق منا أن نعمل مش عيد واحد، أعياد. ولدورته الثانية في مصر أنا سعيد جداً أنه يتم الاحتفال للمرة الثانية من تولي منصب إدارة المنتج الثقافي. الفعالية التي تزامن إحياؤها مع فعاليات اليوم الوطني لزراعة البن اليمني حظيت بإقبال جماهيري كبير من قبل عشاق القهوة الذين توافدوا على قاعات السفارة، كما شارك في فعاليات المهرجان عدد من كبار مصدري البن اليمني. فعالية تحت شعار البن أصله يمني، ونستعيد يعني بهذا نذكر العالم أجمع أن البن اليمني في جودته لا يضاهي أي بلد في جودة البن اليمني. وإن شاء الله بإذن الله يعني الفعالية هذه تستمر وتكون لنا ذكرى سنوية ثابتة كل سنة نعيدها. يعني نصدر البن، نقوم بتخصيص البن اليمني من بن تجاري أو شعبي ما يسمى بالشعبي، تصفيته وتنقيته إلى درجة البن المختص والبن المخمر والبن المحاصي الاسبيشلي، بحيث نظهر البن اليمني للعالم بشكل رائع وشكل محترم يحترمه الناس. وهذا منتج وطني لابد أن نعزه ونصدره بطرق ممتازة تعطي ثقة الناس والعالم بالبن اليمني. تشير الكثير من المراجع التاريخية إلى أن اليمن منبع شهرة القهوة وتحولها إلى مشروب عالمي ولها سوق تجاري كبير. ورغم قيام العديد من دول العالم بزراعته، إلا أن البن اليمني ما يزال هو الأول عالمياً والأشهى مذاقاً والأغلى سعراً.